مساء الخير عليكم كل مشاهدينا في كل مكان، سعيدة جدا بتجدد لقائي معاكم النهاردة وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم أقوى الكلام. أنا عايزة أبتدي كلامي معاكم النهاردة بحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بأصابعه السبابة والوسطى. ليه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا على اليتيم وكفالة اليتيم؟ لأن يا جماعة بطبيعة الأمر اليتيم هو اتولد في الدنيا مظلوم، ملوش أي ذنب، إن ملوش أهل، ملوش إخوات، ملوش قرايب، حتى وإن كان لقيط هو ملوش أي ذنب في كده. فطبعا بيحتاج مننا كل الدعم المعنوي والنفسي، وكمان هو ليه حقوق بيكفلها له القانون في الدولة. وخدوا بالكم يا جماعة إن اليتيم ده بيتأثر أو ما بيقبلش أي عنف أو أي ظلم بيقع عليه، وده بيكون ليه أثر نفسي قديم، لأنه أوقات وهو صغير بيكون اتعرض للظلم والقهر، هو ما بي يعني وقتها ما بيكونش قادر يعني يعبر عنه، أو عارف حتى يلجأ لمين، أو حتى عارف إن دوت يعني المفروض مش يكون، يعني إن هو يقع عليه الظلم ده، فما بيكونش عارف يعبر عن كده. فلما بيكبر كل ده بيفضل في ذهنه وفي ذاكرته، وبيستنهز أول فرصة علشان يصرخ بأعلى صوت ويقول أنا اتظلمت، هاتولي حقي. وده كان عنوان حلقتنا النهاردة عن الأيتام ومشاكل الأيتام والظلم اللي بيقع عليهم وإحنا ما بنعرفش. إحنا معانا النهاردة شابين جمال واعيين مثقفين، مروا بكل الظروف اللي أنا بتكلم عنها دي، اتربوا وعاشوا في دار ايتام، ليهم تجاربهم، ليهم اوقات المحن اللي عاشوا فيها، ليهم ذكريات مؤلمه وذكريات يعني مفجعه، هم حابين دلوقتي يستعرضوها على حضراتكم، وطبيعي لازم نشوف ايه هي طلباتهم علشان نقدر نحققها لهم. معانا فوزي علي جابر، اهلا يا فوزي منورنا. اهلا يا فندم. ومعانا هاني رمضان عبد الغني، اهلا يا هاني منورنا. طيب انا هبتدي بقى بيك يا فوزي، ماشي؟ وعايزين نبتدي بقى من البدايه شويه. انت كنت موجود في الدار مؤسسه اللي في العاشر من رمضان. تمام، احكي لي بقى من البدايه، اول ما وعيت عندي ايه اللي كان بيحصل، واحكي لي التفاصيل انت حكيت لي عنها. احنا طبعا بسم الله، احنا اول حاجه الدار دي انا مواليد 2000. تمام. من الدار دي من اول 2000، من اول ما فتحت عين لقيت نفسي في مؤسسه ايتام اسمها دار مكه المكرمه رعايه الايتام دي في العاشر. طبعا الدار كان فيها سلبيات كتيره جدا، من اكل وضرب وتعذيب وكل حاجه كانت موجوده في الدار. ما فيش حاجه اسمها، يعني احنا مش اتعلمنا هناك اللي يغلط. احنا نكتفي ان هي دار الايتام، مش هنقول اسمها برضو دلوقتي، احنا عايزين نشوف ايه اللي بيحصل فيها. بس احكي لنا. طبعا يعني ما فيش حاجه هناك في الدار اسمها مثلا ايه اللي يغلط ممكن تتكلم معاه تفهمه غلط وقصه، لا كل غلط والعقاب. العقاب اللي هو ايه؟ انت قلت لي في حاجه اسمها شقه سبعه، انا ما كنتش فاهمه يعني ايه شقه سبعه. في شقه هي شقه للتعذيب. لا تعرف، كان في شقه هناك في المؤسسه اسمها شقه سبعه، وبرده كان قبل كده برده اتغيرت لشقه 13، وبرده كان شقه إيه بقى اسمها 14. ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ الشقه دي تعتبر زي السجن، فيها كل التعذيب، كل حاجه. مثلا الولد غلط يطلعوا الشقه دي ممكن يقعد فيها شهرين ثلاثه ما ينزلش تحت. شهرين ثلاثه محبوس؟ محبوس، ما بيتعاملش مع اي حد، ما بياخدش مثلا لو في الاولاد اللي بياخدوا مثلا حاجات هم مش ياخدوها عندهم. طبعا الاكل كان بيتحط لهم فيه منوم اسمه كلوزابيكس عشان يناموا على طول. طبعا كان بيتحط لهم زيت خروع في الاكل. طيب احنا مش عايزين نقول اي اسم، يعني احكي لي كل التفاصيل من غير ما نذكر اي اسماء حد، يعني اشخاص بعينه، احنا عايزين نقول التفاصيل بس. تمام. كان فيها تعذيب، يعني زي التعذيب بقى ازاي؟ ضرب مثلا، تكسير. تكسير يعني ايه تكسير؟ يعني كان في من هناك يعني الاشراف هناك على الشقه كان ممكن يضرب الولد بالعصايه لغايه لما كسروا رجله وكسروا ايده، وحصل كتير مع الولد. ده غير مقبول بالمره. هنرجع نكمل معاك فوزي، بس حضراتكم هنروح مع حضراتكم فاصل ونرجع تاني، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم عن ملف الايتام ومشاكل الايتام. وكنا معاك يا فوزي وانت لسه بتتكلم عن التعذيب وشقه 7 شقه 12، ايه الموضوع بقى احكي لي؟ انت وصلنا للتكسير، يعني ايه تكسير؟ يعني ممكن فعلا الضرب يوصل لان جسم اي حد فيكم يتكسر، او ده حصل قبل كده؟ حصل بس. حصل، في ولاد ايدهم اتكسرت، في ولاد رجلهم اتكسرت. وطبعا الضرب كان بجميع يعني بشتى الطرق كل حاجه. نكمل بقى مع هاني، ماشي؟
انت قلت لي برضو قبل الهوا ان في برضو مشكله كبيره ان صاحب المكان ان انتوا كنتوا بتروحوا تشتغلوا عنده في عمله الخاص. كنا بنشتغل عنده في الشركه. ده مكانه الخاص بعيد عن الدار تماما. اللي هو شركته هو. كنا بنشتغل عنده في الشركه زي ما يكون عبيد بنشتغل. مثلا في مثلا ايه يقول لك اي حاجه تاخدوها من مثلا اي حد يديك كراميه مثلا تاخدها تجيبها. انت لو شافك وانت اخدت حاجه وما جبتهالوش يقول لك روح على الدار هناك تعاقب، يعني العقاب اللي هم الفوز قال عليه. طيب على كده بقى ان انت ممنوع تاخد الاكراميه من من الناس. كان ليكوا راتب على كده؟ لا مش كان ليا راتب، كنا بنشتغل عبيد كده في الشركه عنده. ولا ليك لير راتب بتاخدوه في ايديكوا ولا بينضاف للدفتر؟ ولا بينضاف للدفتر. كنا بنشتغل كده. تمام. وبعدين اسمه ده صاحب المكان ده وكان ليه اخوات برضك وكده، وبرضك كان نفس النظام اخواته برضك لما يعوزوا مثلا شغل بتاع يجي ياخده من المؤسسه. هي الدار دي كانت خاصه على فكره، ما كانتش كانت دار خاصه. كانت دار خاصه بس المفروض بيكون عليها اشراف، وانا عارفه ان بعد كده بس احنا بنحكي اللي حصل فيها. طيب وموضوع الايه الدواء اللي كانوا بيدوا لكم عشان تناموا ايه سببه؟ هو كان بيجيب دواء بيديه للولاد مثلا عايز ينيم حد ينام العلب. ليه؟ ايه السبب؟ ينام الولاد يومين ثلاثه كده عشان مش مشاكل وكده. يرتاح منكم مثلا توفروا الاكل والشرب وكده مثلا؟ طيب يعني انا مش فاهمه. طيب انت قلت لي بقى ان لحد هنا انتوا مش عارفين تشتكوا لحد لا تروحوا لمين، وكانوا بيحلقوا لكم شعركم زي ما انت احكي اللي كنتوا لي. كانوا بيحلقوا لكم شعركم وحواجبكم عشان ما تقدروش تطلعوا بره الدور. كان برضو من العقاب. احنا كاولاد مرضى اي ولد صغير بيحب طبعا يبقى مربي شعره وشعره حلو والقصه دي. طبعا فامه كان بيستغلوا ان دي مثلا ايه نقطه ضعف في الولاد وكده. فطبعا كل ما مثلا عايز يحلق عايز يعاقب حد وكده برضك في وسيله ثانيه غير الضرب عندهم الحلاقه. ممكن الحلاقه ينزلوا خالص شعره او مثلا حواجبه وكده عشان ما يعرفش يطلع بره المؤسسه، عشان ايه الولد طبعا بيتكسف ان هو يطلع الشارع حلق زيرو وكده. فلما تحلق له هتعرف تربطه في المؤسسه. طيب. ما يعرفش يروح ولا يجي. طيب انت قلت لي بقى ان وكيله الوزاره السابقه راحت المكان، هو حد قال لها ان في مشاكل في المكان ده ولا انتوا اشتكوا لها ولا ايه؟ في ولدين راحوا اشتكوا في المديريه نفسها وبناء على سمعت كلامهم وجت على المكان. طيب احنا نكمل معاك يا فوزي، بس احنا معانا مداخله تليفونيه. الو؟ اتفضل كريم. الو؟ ايوه. الو ايوه استاذ احمد. السلام عليكم. اتفضل. استاذ احمد حضرتك المدير الفني في الدار اللي احنا بنتكلم عنها اللي في العاشر من رمضان. تمام؟ تمام. طيب حضرتك طبعا بحكم ان انت اكبر شاهد عيان كنت في المكان، ايه اللي كان بيحصل للولاد دول؟ انا لما كلمت حضرتك قلت لك الولاد بيقولوا كذا وكذا، ايه مدى مصداقيه الكلام ده اذا كان غلط ولا صح؟ قلت لي لا ده هو اللي قالوه اقل من اللي كان بيحصل كمان. ايه يا فندم اللي كان بيحصل في الدار تاني؟ لو عايزه حضرتك تنصفيهم ويكون في يعني مصداقيه في الاداء يا ريت تعولي على نقطتين. النقطه الاولانيه ان يتردوا لهم جزء من كرامتهم المهجوره بواسطه معالجه نفسيه على حساب من تسبب في هذا العمل. ده نمره واحد. نمره اثنين ان يعوضوا ماديا عن اوقات العمل التي او الساعات الطوال والايام الطوال التي عملوها بدون راتب. تمام. ما ده احنا هنتكلم عنه، بس انا بتكلم دلوقتي حضرتك ان فعلا الكلام اللي قالوه دلوقتي على الهواء الكلام ده مظبوط؟ حضرتك كنت موظف في الدار يا فندم. يا فندم كل من عمل في الدار وكل من سكن الدار وكل من اقام في الدار يعلم علم اليقين ان الذي قالوه فيض من بحر. تمام. او قطر من بحر. يعني انا شاهد احدهم هدد بالقاتل. تمام. إذا تكلم أو إذا تجرأ في الكلام أو إذا قارئ وائل هدد بالقاتل يختطف ويقتل إذا تجرأ أو إذا تكلم أو إذا طالب بحقه أو إذا اتصل بحد بالتليفون. يعني الأمور مش لا طبعا احنا في العهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا كل الصلاحيات إن احنا نطلب، وهو يعني بصفته إدانا الحرية في كده لأي مظلمة، وهو يعني احنا بنستند إليه طبعا في أي شيء. يا فندم الأولاد دول يعني أمانة في رقبة الكل. وإن لم نقيم التقييم الصحيح هيكونوا من المشردين. وأنا حوربت في رزق وفي أولادي وفي شرفي وفي سمعتي وفي كل ما أتيت بسبب
واسالي عني في اي دار من دور الايتام في جمهوريه مصر العربيه التي عملت فيها على مدار ال 14 سنه. الحمد لله والشكر لله. هم يشهدون الولاد كمان كانوا بيقولوا لي استاذ احمد ان حضرتك كنت اكتر حد في الدار بتعطف عليهم، يعني الولاد يعني المصداقيه زي ما بيقولوا السلبيات اللي شافوها والمشاكل اللي مروا بيها والظلمات اللي حصلت لهم، هم ايضا بيذكروا الحسات، عشان كده استندوا لحضرتك قالوا الشخص ده كان بيعطف علينا، وكان لما كنا بنروح نشتغل مش عارفه بيشغلنا في الصحراء فين، كان بيجي يجيب لنا اكل ويجيب لنا طعام. هم بصراحه قالوا كده. الحمد لله، ده من فضل ربنا عليا وعليهم، مش منا انا قلت من شخصيتي وتكويني وتربيتي لاولادي، وهم اولادي، وانا زرعت فيهم حاجات كتير. تمام. وعامل لهم لا يقل عن 60 او 70 محاضره مسجلين وموجودين، علمتهم الاباء والفضل والنظافه لا وبالفعل ده واضح عليهم، هم يعني محترمين جدا وواعيين جدا بالفعل، يعني اشكرك يا حضرتك. وقبل ما اطلع على الهواء جالي تاكيد، قبل ما اطلع على التلفزيون دلوقتي مع سيادتك، جالي تاكيد وتهديد ووعيد انني لو تكلمت سوف يفعل بي، قبل والارقام مرتبط بيه. لا الارقام جالي تهديد من اناس في العاشر وفي بدر وفي لا احنا بص يا استاذ احمد، احنا بنقول شهاده حق وكلها مثبته وكلها يعني، لو بدليل ان الدار اتقفلت، يعني ممكن حد يقول لي طب ماشي انتوا بتتكلموا ليه ما دام الدار اتقفلت؟ انا بتكلم علشان هو مش كفايه ان الدار تتقفل يا جماعه، يعني طبعا مشكورين وزيره التضامن الاجتماعي وكيله الوزاره السابقه هي قفلت الدار بالفعل، بس انا بقول لابد من محاسبه المخطئين. يعني الكلام اللي الولاد قالوه ده مش يضرب بيه عرض الحائط، لان الكلام ده فعلا خطير عشان مش يتكرر، او لما يحصل مشكله ان احنا نكتفي بقفل المكان ويكون خلاص الموضوع هو كده، يعني هو ده الرد الوحيد. متشكره يا استاذ احمد، متشكره على تليفونك. طب ارجع لك تاني بقى يا فوزي. هاني ايه بقى اللي كان لما قلت لي بقى الولاد راحوا اشتكوا فين؟ في مديريه التضامن الاجتماعي. تمام. اللي هي في الزقازيق هنا. تمام. ومشكورين كان ليهم الرد من وكيله الوزاره. وكيله الوزاره جت ده الكلام ده بعد قد ايه بقى؟ بعد كام سنه؟ ده في اخر ايام الدار قبل ما تتقفل. كان ساعتها قبلها باسبوع جت الدار وادت كل ارقامها للاولاد، فصاحب الدار لما كل التليفونات كسرها وحلق لكل زيرو بسبب كده، ولما عرف التاني جت تاني مره في مره اخر مره وقفلت الدار الساعه 2 بالليل. تمام. بعد ما قفلت بقى الدار ايه اللي تم؟ رجينا على الزقازيق هنا في مصر. انتوا كنتوا كم العدد كان قد ايه؟ 95 فرد. 95؟ كلكم تم توزيعكم؟ لا كلنا رحنا الاحداث. ليه الاحداث؟ هم قالوا عشان المكان ده يجمعنا كلنا عشان ما نتفرقش عن بعض فجابونا هنا. تمام. طب اكمل بقى معاك يا هاني. قول لي بقى بعد ما جيتوا الدار هنا ايه ممكن انا اعرف يعني ان الدار في اللي انتوا رحتوا ليها في الزقازيق يعني هي الى حد كبير تمام والوضع فيها معقول كده، بس ايه طلباتكم؟ ليكوا طلبات ايه تاني؟ طبعا يعني كل اسمه ده اخواتي بتوع العاشر كده مش عندنا تبادل التوفير او فيها فلوس، يعني اللي هي احنا في الزقازيق هنا اللي عنده مبالغ تعدي طبعا دي مش عندنا، واحنا يعني انا عندي 20 سنه مش عارف اكمل حياتي، يعني مش عارف اقف، مفيش حاجه تسندني. فاحنا بس بنطلب ان هم يهتموا بدفاترنا شويه، وانا واخواتي اللي في العاشر ان هم متشردين، يعني المصانع ما اتقفلت، مش بقى ان في منهم في الشارع مش عارف يعني اسمه ده يتعلم ولا يصرف على نفسه ولا يشتغل ولا يعمل ايه زي زمايلكم اللي المفروض يكون. طيب يعني احنا المناشده الاستاذ محمد كمال وكيل وزاره التضامن الاجتماعي في الشرقيه، وسياده الوزيره، وطبعا الدكتور ممدوح وراب محافظ الشرقيه، هم الولاد دول عاوزين يتساووا يعني بالايتام اللي في سنهم الطبيعي. هو في الوقت في الفتره دي اللي المفروض اللي على يعني هم لسه ما خلصوش تعليم بيكون لهم دفتر توفير وفي مبلغ مادي معقول ان هم يعني بيبتغوا بيه حياتهم. هم بيقولوا اللي في سنهم كلهم عندهم كده، هم ما لهمش ذنب ان هم كانوا في دار في العاشر حصل فيها ظلم، ما حصلش فيها مساواه، ما كانش فيها دفاتر توفير انها توفر لهم مبلغ، على علم ان هم اشتغلوا، يعني هم كانوا بيشتغلوا كمان، المفروض ان ليهم راتب والدار كان بيجي لها يعني معونات وده كله، فهو ده مش ذنبهم او هو مش خطاهم. فهم دلوقتي مطلبهم الدكتور ممدوح وراب
محافظ الشرقية، أنا بستغيث بحضرتك، الولاد دول عاوزين يكون ليهم دفتر توفير أسوأ بزمايلهم اللي في سنهم علشان يقدروا يبتدوا حياتهم، وبخصوص هم لسه مش خلصوا تعليم. إيه تاني؟ إيه تاني؟ وكان في حاجة كمان اللي احنا كنا في، أنا كنت في تالتة معهد فن صناعي، أنا كنت في معهد فن صناعي، وأنا كنت في العاشر من رمضان في مصنع عمل لادة. أنا كنت بشتغل 3 سنين دول تعليم مزدوج في العاشر. تمام. كنت اللي بشتغله بشوف أصلا دخل الدفتر أصلا. يعني انت المفروض بتشتغل بريد. كمان المفروض يخش دفتري اصلا الدخل ده، مش كان بيخش اصلا برضه الولاد. يعني لو انا كنت بشتغل 3 سنين اليوم ب 100 الشهر 100 جنيه كان هيكون في حتى مبلغ في الدفتر. انا عندي 1000 جنيه بالظبط في الدفتر لغايه دلوقتي. 1000 جنيه في السنين دي كلها. والمفروض ان انت اشتغلت في المصنع 3 سنين. وفي المعهد كمان. واشتغلت عند برضه صاحب الدار. يا فندم اصلا المفروض اي مؤسسه بتفتح في القانون دفتر توفير للولاد من اول مؤسسه تفتح. ايوه انا عارفه، انا بناشد بكده ان هو المفروض قانونا ان انتوا بيبقى ليكوا دفتر توفير من البدايه، علشان خاطر لما بتخلصوا، لما بتتخرجوا المبالغ دي بتعينكم، بتكون يعني كسبيل المساعده. طيب انا هناشد تاني وكيل وزاره الدكتور الاستاذ محمد كمال. على فكره الولاد بيشكروا في حضرته، يعني في حضرته جدا ان هو فاتح لهم بابه. يعني كتير لما بيحصل طلبات يعني بيروحوا له وهو بيسمع لهم. فاحنا بنطلب المطلب الاساسي الدفتر التوفير ليهم عشان يقدروا يبتدوا حياتهم. هنروح مع حضراتكم فاصل ونرجع تاني، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم وملف مشاكل الايتام. انت كنت عايز تقول ايه؟ انزل دلوقتي فكريني كده عشان انت قلت لي كنت عايز تقول ايه فوزي تاني؟ هو موضوع التعذيب وطريقه التعذيب كان طرق، يعني انت عايز تقول على طرق التعذيب؟ قول. ايه؟ اقول على طرق التعذيب اللي كانت بتحصل. يعني انتوا لو خجلانين تقولوا، احنا ممكن نشير ليها برموز والناس هتفهم، مش مشكله. اللي كان مستوى التعذيب عندنا كان كل الوسائل، يعني زي ما يكون السجن في المكان. كان الابواب بتتقفل حديد كلها، ما فيش ولا باب خشب، كله حديد وصاج بتقفل على الابواب والشبابيك. كان التعذيب مثلا يقلع ويتحرق جسمهم، بمعلقه تولع على النار ويتحرق لهم جسمهم. لا طبعا الموضوع ده ما يرضيش اي حد، وان شاء الله ده كان بيحصل. لا ان شاء الله يتخذ اجراء ضد كل التجاوزات دي. احنا معانا تليفون اشرف. اهلا بيك يا اشرف معايا. الو السلام. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا اشرف. اهلا. كنت ابن من ابناء المؤسسه زمان. تمام، انت ابن ابناء المؤسسه اللي في العاشر اللي بيتكلموا عنها. اللي بيتكلموا عنها. طيب عايز تضيف ايه يا اشرف؟ انا عايز اضيف يعني حياتنا اساسا حياتنا بايظه واحنا مسلمينها لله ونعم بالله. بس اللي انا عايز اضيفه ان انا الراجل اللي كان بيربيني انا اشتغلت معاه اكتر من 10 سنين، انا وبعض من اخواتي، وما طلناش منه فلوس ولا طلنا منه حق ولا طلنا منه اي حاجه. يعني انت دلوقتي طلبك برضو الاساسي زي هاني وفوزي ان انت عاوز حقك في السنين اللي فاتت اللي انت اشتغلتها، مش اكتر. حق اللي انا اشتغلت بيه في السنين اللي فاتت هو ده اللي انا طالبه. طبعا. عشان اعرف اعيش وعشان اعرف ابني حياتي وعشان اعرف اعمل مستقبل ليا. انت فين يا اشرف دلوقتي؟ معاهم في الدار في الشرقيه في الزقازيق ولا انت فين؟ لا انا قاعد في دار في العاشر من رمضان. في الدار في العاشر، تمام. ونفس المشكله ان مفيش فلوس، مفيش دفتر فيه اي فلوس. هي الدار اللي احنا قاعدين فيها حاليا هي دار نظيفه، يعني دار ما فيهاش اي مشكله. كويس. بس احنا بنتكلم يعني على الدار القديمه اللي احنا كنا عايشين فيها. طيب انت بتتكلم على اللي فات، الحقوق الماديه. انا بتكلم على اللي فات. تمام. هو اللي فات ده ما حدش وقف معانا فيه ولا حد عبرنا فيه، وسايبيننا كده محدش بيسال فينا، واحنا ماشيين نصنا ساب التعليم نصنا شرب حاجات وحشه كده. تمام. فانا كل اللي احنا طالبينه ان احنا عايزين حقنا اللي احنا اشتغلنا بيه، بس خلاص عايزين حاجه ثانيه. ماشي اشرف، وانا بضم صوتي لصوتكم. انا بضم صوتي لصوتك يا فوزي ويا هاني ويا اشرف، ودور يعني، وبضم صوتي لصوت كل مظلوم او مقهور في احنا في بلد، وفي يعني كل واحد ليه حق فيها. فطبعا احنا مش هنتكلم على المشاكل والتجاوزات واللي كنا بنتكلم فيها، على الاقل دلوقتي احنا الولاد دول طالبين مطلب قانوني شرعي ان هم عايزين يكون ليهم دفتر اسوأ بزمايلهم اللي معاهم دلوقتي في الملجأ اللي هم فيها حاليا. هم عايزين يكون ليهم دفتر في مبلغ مادي يقدروا يبتدوا بيه حياتهم. ماشي، اشكركم. اذن سكرتم.
ماشي، شكرا. طبعا كل الكلام ده على مسؤوليتهم ومسؤوليه استاذ احمد، هو كان معانا برضو المدير الفني في الدار ماشي، والقناه ليس لها اي يعني ادنى مسؤوليه في كل الكلام ده ماشي. اشكركم على حسن المتابعه، والى لقاء قادم وحلقه جديده وبرنامجكم اقوى الكلام، انتظرونا.